كان عندكم علم بأن السيد الرئيس سيتوجه إلى ولاية القصرين؟ لا 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 صراحة احنا بإيدنا تفاجئنا، ما في بالناش بالزيارة. وبالعكس احنا ننتظروا في الزيارة دي، معناتها عندنا دايما ننتظروا فيها، خاصة انه احنا في جلساتنا الأخيرة مع الحكومة، رئاسة الحكومة تتحدث على إعادة هيكلة المنشآت العمومية ومعمل الحلفية، يعني الشركة الوطنية للعجين الحلفية والورق، هي منشأة عمومية وطنية وعريقة وتنتج في الورق، وتعرف قيمة الورق في البلاد. يعني مديدة احنا نستنوا فيها الزيارة دي، وإن شاء الله اليوم هاي تحققت الزيارة، نتمنى أنها تكون مشفوعة فعلا مع التحويلات. أمس جبتوا على الموضوع، ظهر لي هكا ولا؟ نعم، أمس احنا كانت عنا جلستين صباحا وصباحية ومسائية، وجلستين لزوجت فيهم السيد الوزير وزير الصناعة، وهي وزير جديدة كانت في الوزارة، وتدخلنا أنا والسيد عبد العزيز الشعباني حتفورنيب على جهة القصرين، وتحدثنا على معمل الحلفة وعلى مشاكل معمل الحلفة، معمل الورق هذا. اليوم تفاجئنا معناتها بالاستجابة السريعة جدا معناتها من السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله كما نقول إن شاء الله بالفعل معناتها تكون وراها إصلاحات ومراجعة كل ما هو الشركة الوطنية لعجين الورق وهي الحلفة. ماذا في الأخبار الواردة من ولاية القصرين؟ احنا كلمنا بك شوية، قالوا الرئيس مازال في وسط المعمل. طبعا الاخبار الوارده اللي هو وعدوا معناتها لن نفرط في هذه المنشأة العمومية، معناها مش يقع الخوصه نتاعها. طبعا هذا نحن لن مش معقول، معناتها هذه منشأة عمومية ومنزل الورق، ونعرفوا قيمة الورق، نقولوا ورق إدارة تربية، كل ما معناتها حياتنا معناتها الورق اللي طردوه محسوب. هذا ما قال السيد الرئيس، قال لا نفرط في هذه المنشأة العمومية، وإذا كان مشينا في لا نفرط دونك علينا إعادة هيكلتها وإصلاحها. فما خطة إنقاذ؟ فما تم نقاش خطة إنقاذ ولا شنو بالضبط؟ هو راهو الملف موجود، راهو الملف هذايا بتاع إعادة هيكلة الشركة موجود من قبل، راهو وصل حتى معناتها رئيس الحكومة، معناتها موجود والدراسة موجودة بفلوسها كل شيء، توا معناتها حيز التنفيذ، أمر التنفيذ، تنفيذ فلوس. معناتها على الدولة أنه تعطي فلوس. طبعا مش تعاود معناتها باش تصلح معمل، خاطر هو التكنيك مو فيه جهه معناتها معطبه، مش معطبه كهو وصيبت بالشيخوخه، فيه جناح كامل وصيب بالشيخوخه يلزموا لي. شنو المشكل؟ انتم اولاد القصرين تعرفوا اكثر، ربما الناس اللي يسمعوا فينا اليوم، الراي العام اللي يسمع فينا يقول لك شنو مشكلته المعمل هذا؟ هو علاش معناتها اليوم اصيب بالشيخوخه في جزء منه؟ اي باش نفسر لك به. احنا في القصرين الحلفاء لا ننتج بها ورق، مش تفهم الناس، الورق اللي ينجو معمل الحلفاء ماهوش الورق اللي بتاع كرارس وبتاع الكتب، الورق هذاك وعجين الحلفاء هو للتصديق، لانه سي لي بابي نوبل، ورق معناتها غالي، يستعمل في الدخان كيما في الماربورو قبل، يستعمل في الفلوس، يعني ما يستعملش في بلاصه، لا ننتجه، فهمت؟ يعني المعمل شو يعمل؟ يشد الحلفاء يصنع منها عجين الحلفاء، يصدرها ويستورد عجين الخشب يصنع به الورق كما تو الكتاب المدرسي والكراس والى اخره. وحده انتاج عجين الحلفه هي المعطله. فهمتني؟ واراضي الحلفه تو الحلفه حتى الحلف بيدها معناتها باقي يتم انتهاك برشا اراضي، تم تحوير اراضي زراعيه وفلاحيه، وهذا نخشى ما نخشاه. دونك نحن في اطار التصدير، اذا كان نصلحوا الوحده اللي تنتج في عجين الحلفه يولي المعمل يصدر في عجين الحلفة، وفي نقولوا تصدير معناتها دوفيز عملة صعبة، فهمتني؟ ويصدر كيف كيف في المواد الكيميائية، خاطر ينتج في مواده الكيميائية اللي يغسل بها الحلفة. احنا توا المواد الكيميائية هذه نستوردوا فيها حاليا، قبل كنا ننجو فيها وحدنا. ننجو فيها وحدنا، نغسلوا بها الحلفة نتاعنا وعجين الحلفة، ونغسلوا بها ونقدوا بها العجينة نتاع الخشب اللي جينا من برا. تو نستوردوا في العجينه تاع الخشب، ونستوردوا في المواد الكيميائيه اللي كنا نصنعوا فيها، وما نصدروش عجين الحلفه. وبالتالي تخيل انت كتله اجور 20 مليار سنويا، المعمل عنده تو عامين ولا اكثر يخلص فيه خدامه، وهم مش قاعدين وهم مش قاعدين يخدموا ثلاثه شهور شهرين، وما وناس باقيه تخلص. او ميم طون باقيين نستوردوا في الاوراق باش نقدوا به الكراسه والكتير، معناتها مش معقول ندفعوا في برشا فلوس للخارج. سي حاتم، ال 20 مليار هذوما سامحني نكمل، وفي دوسيات تاع فساد، دوسيات معناتها معقده، معناتها برشا ناس متهمه في مورطه في الفساد، في ملفات معناتها مش كلاميين، هذا في ملفات وفي شكاوي، في حتى معناتها قضايا وبحوث.
هذا الجانب الاخر ماهوش التقني، الجانب الاصلاحي والمتابعه وفهمتني. معناتها اذا كان اليوم الدوله نقولوا احنا تعطي فلوس وتحط حطت خطط انقاذ اليوم للمعمل هذايا، قادر انه يخلص ال 20 مليار نتاع كتله الاجور ويزيد معناتها يخلصهم طبعا. انت هو لكن اذا كان الدوله تحب وينجح عليها ان مش تعيد هيكله المعمل من حيث من باب التقني فقط، عليها ان تعيد هيكلته زيد من حيث الاداره. هذه اللي كان مش تعطي نفس السفينه مش تعطيها نفس القاده الاشخاص نفس الاشخاص ما عملها حتى شيء. اللي فلس المعمل مره واثنين وثلاثه باش تمدوا تو فلوس مش عاود يفلسوا مره اخرى. تمام دونك الفو شونجيتو، نحاسبوا الناس اللي لازمها تتحاسب ونعطوا الناس اللي تستاهل تخدم، وكذلك تطهير المعمل معناتها من حيث عدد العمال خرج معناتها، وثم برشا عمال يحبوا يخرجوا على الريتريت اونتيسيبي يعني المبكر، التخفيف في عدد العمال والعمل له كهو خاطر قادر انه ينتج، خاصه الحلفه موجوده والبابي هذا وعجين الحلفه هو عجين ثمين ويلقى سويق البرة. احنا كي نوصلوا ننجو البابي نتاعنا كراسنا والوثيقه الاداريه والمطبعه الرسميه احتياجاتنا معناتها تشكي صحيح تشكي اكياس والخ ونخلصوا عمالنا ونخلصوا الماء والضوء وديوننا، هو معمل ذات صبغه اجتماعيه داخلين في الربح خارجين من الخسارة، خلي احنا قادرين ندخلوا منه الفلوس. فهمتني؟ ان شاء الله بعد زياره رئيس الجمهوريه متصورش مع ترجمة الرئيس تنقل بشخصه الى المعمل هذايا، معناتها نتصور شكون فما جديه في التعامل مع هذا الموضوع من جميع الاطراف. اليوم الازمه نتاع معمل عجين الحلفية بالقصرين هي وراء اليوم انه الرام بابي ولات باكثر من 20 دينار سي حاتم؟ طبعا طبعا اي انا ولد القصرين وكنت ناخذ في الرام تاع القصرين. قبل مع خلفه ينتج في الرام ويعطي فيها مجانا، باش معناتها مجانا يعطي فيها مجانا لمراكز الشرطه والادارات والاقاليم والسونات كانت الكل تاخذ فيها رخيص. الجيم الرام ب 22 و 23 دينار وفهم هتاك ومستورده ومستورده راهو مش كيك برك وجدت صنع تونسي والله ما يسالش نعطيها انا التونسي للتونسي، اما راهو مستورده بالعمله الصعبه اللي نحن العمله الصعبه تو ما حوالنا العمله الصعبه نجيو بها القمح خير من ناخذوا بها بابي. واضح مع انه نجموا ننتجوا البابي، خلينا في البابي وننقذوا وليداتنا معناتها اليوم للوضع نتاعهم. وككل المجالات عالم الورق حتى هو فيه بارونات وفيه لوبيات وفيه معناتها فهمتني، حتى هو عالم ككل العوالم. احنا الورقه اللي نهزوها في تونس نلقاها تحتها دوسيات ولوبيات، ربي قدر الخير ان شاء الله. سوق كامل، سوق الورق في تونس سوق كامل، في شركات كبيره ومصدر موردين كبار وثم ناس مش عاديين يدروا اصلا المعمل هذا يستيقظ من سبيته بيصير بسكر عليه المرش. إن شاء الله يستيقظ بالإرادة اليوم بالإرادة متاع جميع الأطراف والفساد ينتهي، يجي نهار وينتهي الفساد هذايا معناتها القضاء إن شاء الله يكون بالمرصاد إن شاء الله. شكرا جميعا مجندين وتهولي هذه مثل هذه الأشياء ربي ينصر الحق الباطل. شكرا سيد حاتم اللباوي. زيارة أخرى سامحني تفضل. مر زيارة حاشم معناتها أصدقائي غادي خاطر ما انتقلش تعدى زار يقولوا لي هو انتقل للمستشفى الجهوي بالقصرين اللي هو يعني نقص فادح في اطباء الاختصاص. ان شاء الله يكون فما اطباء مواجهين لولايه القصرين اللي هو حال عديد الولايات الداخليه الحقيقه وازمه يعيشوا فيها عديد الولايات. شكرا لفضلك سيد حاتم اللباوي نائب البرلمان عن ولايه القصرين، نختموا معكم كالعاده بالبون بلون. في 60 دقيقه بون بلون. اليوم باش نخرجوا بكم شويه من جو الكتب والمطالعه اللي ركزنا معها الايامات الاخرى، والكتب المليانه اثاره والعامله تراند والاكثر مبيعا والاكثر قراءه كل عديناهم بكم على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نمشيو لجو جديد المسلسل